صفحة 110. إيجاد مصطلح علمي من خلال مدلولة. سمي تعريف الآتية بالمصطلح العلمي موافق. موافق: واحد، اتحاد خلية تكاثرية ذكرية بخلية تكاثرية أنثوية، هو أصل خلية البيضية. الإلقاح: اثنان، تشكل الفرد الجديد بفضل تدخل الذكر والأنثى. تكاثر جنسي: ثلاثة، عضوية في نمو وتطور من الخلية البيضية للإزدياد، نمو وتطور الجنين. أربعة، تضاعف النبات بعضو خضري. تكاثر لا جنسي. خمسة، حيوان يتكاثر بوضع بيوض. تفقس عن أفراد جديدة. حيوان بيوض. ستة، حيوان يتكاثر بوضع مباشر لكائنات حية صغيرة. حيوان ولود.